بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم إن شاء الله. النهاردة نستمتع بحلقة مميزة وحلقة فيها يعني حاجات كتير جدا، فيها ماتشات دوري وكاس وكاس رابطة، لقاءات كتير جدا هنتابعها النهاردة. فوز الأهلي على حرس الحدود في بطولة الدوري 3-0 وتصدر النادي الأهلي بطولة الدوري. المباراة دي كانت يوم الخميس، مباراة سيراميكا والمقاولين العرب في الكاس في دور ال 16، فوز المقاولين العرب 1-0. مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في كاس مصر في دور ال 16، فوز بيراميدز 1-0 وصعود بيراميدز الى دور الثمانية، وايضا صعود المقاولين العرب لدور الثمانية على حساب سيراميكا. امبارح كان في ماتشات في كاس مصر، طلائع الجيش والبنك الاهلي، وفوز البنك الاهلي بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الاصلي والاضافي، وصعود البنك الاهلي لدور الثمانيه لمواجهه بيراميدز. وايضا فوز الزمالك على فاركو امبارح 3-1 في كاس مصر في دور ال 16، وصعود الزمالك الى دور الثمانيه لمواجهه فريق المقاولين العرب ان شاء الله. النهارده كمان كان في مفاجاه كبيره جدا، وانا بالنسبه لي مش مفاجاه، لان انا عارف فريق النجوم وفريق مميز جدا، احد فرق القسم الثالث اللي صعدت السنه دي لدوري المحترفين اللي هو هيكون القسم الثاني. النهاردة النجوم بيحقق مفاجأة كبيرة جدا في كاس مصر وبيفوز على سموح 1-0 وبيخرج نادي سموحة من الكاس، يعني بيواصل نادي النجوم تألقه في بطولة كاس مصر. وبعد ما خرج الإسماعيلي في الدور اللي فات في دور ال 32، النهاردة كمان بيخرج سموحة في ملعب سموحة، يعني هو خرج كسب الإسماعيلي في إسماعيلية والنهاردة بيكسب سموحة في استاد اسكندرية. فطبعا نتيجة رائعة جدا لنادي النجوم، بصراحة يستحقه. نادي النجوم عاملين ماتشات كويسة جدا جدا، طبعا استاذ محمد طويل رئيس النادي والجهاز الفني ومجموعه من اللاعبين الشباب المميزين جدا قدروا النهارده يعني يمشوا بشكل مميز جدا في بطوله الكاس ويفوزوا على سموحه النهارده 1-0. وفي مباراه بتتلعب دلوقتي في كاس الرابطه الدور قبل النهائي ما بين فيوتشر والمصري، ولازالت النتيجه التعادل السلبي 0-0 الدور قبل النهائي، وبنلعب في الشوط الثاني اعتقد الدقيقه 65 او الدقيقه يعني 66 من 68 من عمر اللقاء، وهنتابع مع بعض نتيجة مباراة المصري وفيوتشر في الدور قبل النهائي لكاس مصر. عندي أخبار كتيرة عايز أقولها الأول قبل ما نتفرج على الماتشات. النهاردة في أحداث حصلت جديدة النهاردة وامبارح بخصوص بقى الانتقالات الصيفية وتجديد العقود. هبدأ يعني كنا بنتكلم إحنا الفترة اللي فاتت في القصص دي، قلت لكم على موضوع الزمالك وأشرف بن شرقي ومش عارف الكلام اللي كان بيتقال وسيف جعفر، وهقول لكم كل حاجة النهاردة. وكمان في كمان في مصر النهارده يعني او بقاله يومين بيب جوارديولا مدير الفني طبعا الاسباني ومدرب مانشستر سيتي كمان، خلينا نبدا بيه بصراحه ان هو حدث برضو ان بيب جوارديولا بعد ما كسب مع المان سيتي بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال اوروبا اختار مصر عشان ينزل يتفسح في مصر في اجازته السنويه، ودي حاجه جميله جدا. بيب جوارديولا الشخصيات العالميه دلوقتي احسن مدرب في العالم، فاختار مصر ان هو ينزل يتفسح، ان مصر فيها كل يعني مجالات السياحه والفسح والبحر، عندنا البحر الاحمر وشرم الشيخ وعندنا اسكندريه والساحل الشمالي وعندنا اثار الاقصر واسوان، وفي كل حته في مصر فيها حاجه جديده وحاجه مختلفه. فاختيار بيب جوارديولا ان هو ينزل يتفسح في مصر مع عيلته واسرته ويقضي الاجازه السنويه بتاعته هنا في مصر حاجه جميله جدا، وحاجة يعني نفخر بيها كلنا ان مصر بلدنا بلد جميلة وكل الناس عايزة تيجي. ودايما بنشوف ممثلين عالميين وبنشوف لعيبة كورة وبيشوف ناس فنانين عالميين، اهو لقى جوارديولا هنا في احد الفنادق طبعا عند الهرم، وبعد كده جوارديولا عرفنا برضه النهاردة اللي هو طلع على الاقصر، دي صور ليه جوارديولا هنا في مصر، حاجة رائعة جدا طبعا. بيب جوارديولا بقى اللي هو دلوقتي يعني أشهر مشهور أو أفضل مدرب في العالم اللي حقق السنة دي إنجازات كبيرة جدا مع مانشستر سيتي، الفوز بكأس الاتحاد وبالدوري الإنجليزي وأيضا بدوري أبطال أوروبا، ولسه عنده كأس عالم أندية وعنده سوبر أوروبي وعنده بطولات كتيرة جدا. دي لقطات النهاردة ليه هو وأسرته في الأقصر، بيزور بقى المعابد هناك والآثار المصرية والاستمتاع بقى بمصر وجوها الجميل ونهر النيل والمعالم الأثرية طبعا، وأكيد وزارة السياحة ليها دور كبير جدا جدا جدا
في الزيارة دي، وأكيد عاملين له برنامج كبير جدا. طيب أنا معايا كمان على التليفون الأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونعرف منه برضو يعني هل الزيارة دي كان متخطط ليها جوارديولا على اتصال بالحكومة المصرية وهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة ولا ايه؟ نعرف برضو التفاصيل، ودي لقطات ليه وهو في الأقصر النهاردة بيزور طبعا المعالم الأثرية وبيستمتع بالآثار في مصر والجو الجميل ونهر النيل وكل حاجة حلوة في مدينة الأقصر. يا أستاذ عمرو ازاي حضرتك؟ أهلا يا كابتن، مساء الخير. الله يخليك، كل سنة عليك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. أهلا بيك. يعني حاجة جميلة جدا إن جوارديولا يختار مصر إن هو وأسرته يقضي فيها أجازته بعد موسم بقى حافل مع مانشستر سيتي في كل البطولات. بالظبط كده، هي المكافأة الكبرى اللي بيكافئ بيها نفسه وبيستمتع مع أسرته بعد هذا الموسم الكبير والشاق والإنجاز الكبير اللي عمله. فما كانش في أحلى من مصر عشان يقضي فيها هذه الأجازة. احنا تواصلنا مع شركة السياحة المنظمة للرحلة قبل ما يجي، وتناقشنا في كيفية التنسيق للزيارة دي، لانه طبعا يعني المدرب الاشهر في عالم كرة القدم ويعني مريدين وجمهوره بالملايين بعشرات الملايين، فكان كنا حريصين جدا ان احنا نقدم له برنامج سياحي متميز. أيوة. في اماكن اقامه متميزه، والاهم من كل ده الحفاظ على الخصوصيه وانه يستمتع باجازته. صح، عشان الناس ما حدش يضايقه يعني، صح؟ الراجل جاي يستمتع. بالظبط، يعني عارف حاجه زي الراحه السلبيه بتاعت اللاعبين. ايوه، هو ده الراحه السلبيه بتاعته اللي هو بياخدها، علشان يعني اكيد كان بعيد عن اسرته فترات طويلة في الموسم، فبيستمتعوا بقى مع بعض في الأجواء الجميلة دي. هو وصل القاهرة والبرنامج السياحي في القاهرة كان طبعا الأهرام، منطقة الأهرام ومتحف الحضارة، وبعدين راح للأقصر للمعابد الموجودة في الأقصر، وبعدين هو حاليا على رحلة نيلية ما بين الأقصر وأسوان. حلو. يخلص طبعا في واحدة من أفضل يعني المراكب النيلية بخصوصية شديدة، ويصل لأسوان، ومن أسوان بعد كده يطلع على معبدي أبو سمبل، هيستمتع برضه بالزيارة، ومن أبو سمبل مباشرة يعود إلى إسبانيا مرة ثانية. على إسبانيا بقى مش إنجلترا، إسبانيا، إن هو إسباني يعني، فهيكمل أجازته في إسبانيا. يعني هو اختار مصر البلد الوحيدة اللي هو هيقضي فيها أجازته، بعدين يرجع بقى بلده اسبانيا، وبعد كده يرجع انجلترا تاني عشان يبدا فتره الاعداد. بالظبط، يبتدي بقى يوضب بقى اموره وامور اسرته والى اخره. وهو الحقيقه مبسوط جدا من الزياره، يعني الصور اللي حضرتك هتشوفها او اللي بتعرضها احنا عرضناها. عرضناها هتشوف. بتوضح هو عنده خصوصيه، مفيش زحمه حواليه، مفيش حد يعني، طبعا ده معجبينه كتير جدا. طبعا كلنا بنحبه. عارفه جدا وبنقدره طبعا، وبنقدر امكانياته، وبالتالي كان حركته يعني فيها هذه الخصوصيه، ما كانش فيه يعني حرصنا انه ما يكونش فيه معجبين كتير وتصوير، تعرف المشهورين ممكن يتعرضوا لحاجات زي كده. فالحقيقه احنا عندنا مكاتب للهيئه في كل المدن السياحيه في مصر، مندوبين من المكاتب دول بيستقبلوا في المطار وبيرافقوه في الاماكن الاثريه، يتاكدوا انه بياخد الخدمه السياحيه المظبوطه طبعا مثلا. طبعا، وبتدي له هدايا زي ريبليكا او يعني مستنسخ من صناع توت عنخ امون طبعا في المطار الى اخره. احنا عايزين يبقى مبسوط، ان خلي بالك جوارديولا وجوده في مصر والصور اللي احنا شايفينها دي ده دعايه في كل حته في العالم، ان كل الناس في العالم بيحبوا جوارديولا وبيحبوا مانشستر سيتي، فهتلاقي العالم كله متابع جوارديولا وهو في مصر، فدي دعايه كبيره جدا جدا لمصر. دعايه كبيره ومجانيه ومصداقيتها عاليه جدا، لانه واحد الشخصيه دي بالحجم ده مش هيزور بلد الا اذا كان متاكد تمام التاكد ان البلد دي امنه وفيها الامن عالي جدا، وهيقدر يستمتع بتجربه سياحيه مختلفه، واهلها وشعبها شعب مضياف وكريم، وهيكون عنده فرصه ان هو يكون ذكريات هو وعيلته
فكل دي رسائل ليها مصداقية عالية جدا وبالمجان. طبعا طبعا فأكيد احنا حريصين على انه يرجع لبلده عنده هذه التجربة السياحية. اكيد بشكرك يا استاذ عمرو، ودايما كده يعني مصر جاذبة لكل الكبار في العالم، ودايما احنا عندنا تنوع سياحي وعندنا يعني كل حاجة في مصر موجودة. هنلاقي بحر احمر، وهنلاقي الرياضات المائية، وهنلاقي في البحر المتوسط والساحل الشمالي، وهنلاقي الآثار، هنلاقي تنوع كبير جدا سياحي في مصر. أي حد عايز يتبسط هيجي يعمل كل حاجة في مصر. فدايما كده يا رب بنحافظ على يعني آثارنا، وبنحافظ على سياحتنا، وزي ما قال الأستاذ عمرو كمان يعني خلي الراجل يبقى فيه خصوصية، مش عايزين نضايقه بالتصوير والكلام ده، لكن الراجل يستمتع. ودي دعاية كبيرة جدا لمصر يا جماعة، الناس كلها بتتابع جوارديولا. لما الناس بتتابع صوره وبتشوف جوارديولا في الاهرامات وفي الاقصر وفي المعابد، كل الناس هتلاقيها عايزه تيجي. فحاجه جميله جدا، وان شاء الله كمان يعني يستمتع، واحنا كمان نستمتع ناخد اجازتنا، بس لسه الاجازه بتاعتنا قدامها شويه. خلينا بقى نرجع لماتشاتنا، عندنا ماتشات كتير قوي النهارده هنتكلم فيها، وعندنا يعني ثلاث بطولات مختلفه بنلعب فيها، بنلعب في الدوري، وبنلعب في كاس مصر، وبنلعب في كاس الرابطه. وخليني اقول لكم الصفقات النهارده، النادي الاهلي بشكل رسمي خلاص جدد عقد حسين الشحات لمده 3 سنوات. بشكل رسمي حسين الشحات باقي في النادي الاهلي لمده 3 سنوات قادمه حتى 2026، رغم ان كان عنده عروض، عنده عروض كبيره جدا. بص، حسين الشحات بيحتفل مع اصحابه واخوه، والاهلي هيعلن، يعني هيعلن خلال ساعات ان شاء الله رسميا، لكن خلاص حسين الشحات وقع للنادي الاهلي ولابس اهو او ماسك تيشيرت 2026. حسين الشحات جدد عقده مع النادي الاهلي لمده 3 مواسم. كمان الاهلي جدد عقد النهارده ياسر ابراهيم لمده موسمين، مدافع النادي الاهلي لمده موسمين، وايضا تم تجديد التعاقد مع رامي ربيعه ايضا لمده موسمين. يعني الاهلي جدد مع حسين الشحات 3 سنين، واعلن الاهلي رسمي على رامي ربيعه وياسر ابراهيم لمده 2 سنين. مبروك طبعا للعيبه، طبعا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، برضو رامي ربيعه كان عليه كلام فترات كتيره، لكن الاهلي رامي برضو من اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي، ورغم انه ما بيلعبش كتير لكن كل ما بيلعب بيثبت نفسه، بيأدي بشكل كويس، ورامي يعتبر من كباتن فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه. طيب ده بالنسبه للاهلي، وبكره المفروض في ماتش الاهلي ومنتخب السويس ان شاء الله في كاس مصر. طبعا الاهلي لعب مع حرس الحدود يوم الخميس في الدوري وفاز 3-0، وبكره الاهلي هيواجه منتخب السويس في دور ال 32 لبطوله كاس مصر. يمكن الاهلي الفريق الوحيد اللي متاخر في بطوله الكاس، عشان طبعا كان مشاركته في نهائي افريقيا، فتم تاجيل مباراه الاهلي ومنتخب السويس، لكن هتتلعب بكره ان شاء الله الاهلي ومنتخب السويس في دور ال 32 لبطوله كاس مصر. طيب خليني اتكلم معاكم برضو شويه بالنسبه للزمالك، عشان انا كلمتكم في الزمالك الفتره اللي فاتت، وكنا بنتكلم الاسبوع اللي فات، يمكن قلت لكم سيف فاروق جعفر الاسبوع اللي فات، وفي ناس كتير طلعت شتمتني، قالت لي كريم شحاته بيقول اي كلام، وكريم شحاته مش عارف ايه. سيف فاروق جعفر موقع، انا عندي المعلومه، موقع في نادي بيراميدز، واخد مقدم تعاقد. يعني انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، او امبارح او اول اتصور وهو يعني قاعد مع اداره نادي الزمالك وبيوقع عقود. سيف فاروق جعفر قعد فعلا مع اداره نادي الزمالك وقال لهم انا يا جماعه موقع في نادي بيراميدز، موقع في نادي بيراميدز واخد مقدم تعاقد. انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، وهجيب لكم الفيديو دلوقتي اللي انا قلته على الاسبوع اللي فات. فقعد مع اداره الزمالك قال لهم انا موقع في مع بيراميدز واخد مقدم تعاقد. فرئيس نادي الزمالك واداره نادي الزمالك قالوا طب خلاص يا سيف، احنا هنتفاهم مع اداره بيراميدز ونحاول نحل المشكله، يعني مش نفسخ التعاقد وناخد العقود وترجع لنا تاني. بس القصه متوقفه على ايه؟ على اداره بيراميدز. هل اداره الزمالك هتقدر تقنع اداره بيراميدز ان هم يسيبوا سيف فاروق جعفر؟ نفس القصه يوسف اسامه نبيه بالظبط. حتى كابتن اسامه نبيل اليومين اللي فاتوا قعد مع اداره الزمالك وقال لهم انا ما عنديش مشكله، يوسف ابن نادي الزمالك، كلموا اداره بيراميدز لو وافقوا ارجع يوسف اسامه نبيل تاني نادي الزمالك. فده القصه. انا بقى طلعت من 3 ايام ولا يوم الاربع اعتقد او الثلاث، انا طلعت يوم ايه يا جماعه الفيديو اللي انا طلعت كان يوم ايه؟
يوم الاثنين يعني من حوالي 5 ايام، قلت سيف فاروق جعفر موقع في بيراميدز. فالناس بقى لما شافت سيف فاروق جعفر قاعد مع اداره الزمالك اول امبارح ولا امبارح، فقال لك ده كريم شحاته بيقول اي كلام وبيكذب ومش عارف يعني هكذب ليه، يعني هستفيد ايه؟ انا عندي معلومه ان سيف من جوه بيراميدز، ان سيف فاروق جعفر موقع في بيراميدز، فطلعت قلت المعلومه. تعالوا نشوف انا قلت ايه يوم الاثنين اللي فات، تعالوا نشوف كده. لعيبه في نادي الزمالك زي سيف فاروق جعفر، جات لي معلومه ان سيف فاروق جعفر خلاص موقع في نادي بيراميدز بشكل نهائي. انا بقول لكم معلومه بقى، موقع في نادي بيراميدز وخلاص، يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر السنه الجايه هتلاقيهم في بيراميدز بشكل رسمي. ممكن لسه ما تمش الاعلام بشكل رسمي، لكن انا بقول لكم بشكل نهائي الاثنين في نادي بيراميدز في الموسم القادم. الجديد بقى ايه؟ ده اللي انا قلته الاسبوع اللي فات. الجديد ايه؟ ان هم نادي الزمالك جابوا سيف فاروق جعفر وجابوا كابتن اسامه نبيه، يا جماعه احنا عايزين نحل المشكله واللعيبه ايه تمضي في الزمالك. فقالوا لهم احنا ماضيين في نادي بيراميدز واخدين مقدم تعاقد. فاداره الزمالك وعدت سيف فاروق جعفر واتكلمت مع كابتن اسامه نبيه، قالوا لهم احنا هنحاول نتواصل مع اداره بيراميدز ونحل القصه. بس القصه دلوقتي عند اداره بيراميدز، القصه عند اداره بيراميدز. الاسبوع اللي فات برضو انا قلت ايه يا جماعه جمهور الزمالك، عشان في ناس بتطلع تقول الزمالك هيجيب عمر السومه، الزمالك هيجيب مش عارف طارق حامد، الزمالك هيرجع امام عاشور. انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات وهعيده تاني، قلت لكم الاسماء دي صعب ان يرجعوا، وانا حتى ساعتها شرحت ايه الاسباب. قلت عمر السومه بياخد مش عارف 3 مليون دولار عقده وبيلعب في العربي القطري، معار من اهلي جده السعودي، ارقام كبيره جدا صعب. وقلت على موضوع طارق حامد ان طارق حامد جاي له عروض في السعوديه من نادي التعاون ونادي الاتفاق، وان طارق كان ماشي من نادي الزمالك زعلان ومن اداره الزمالك عشان هم اتهموه ان هو هرب ومش عايز يلعب ومش عارف ايه وما مضاش ما وقعش، فصعب ان هو يرجع. دي معلومات عندي انا بتكلم مش وجهه نظر، معلومات بكلم ناس قريبين من اللعيبه وبعرف الدنيا ماشيه ازاي. اتكلمت على موضوع اشرف بن شرقي، قلت ان اشرف بن شرقي عقده 3 مليون دولار في نادي الجزيره الاماراتي ولسه ناقص له سنه في عقده السنه الجايه مع نادي الجزيره. فالزمالك فعلا بيحاول في اشرف بن شرقي، لكن الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا. الا بقى لو اشرف بن شرقي هيتنازل عن نص عقده بقى، مثلا ياخد مثلا 1.5 مليون في الزمالك ولا حاجه دولار، والزمالك يتفاوض مع اداره الجزيره يعني عشان مثلا ما الزمالك ما يدفعش فلوس في الاعاره. بس اساسا الاعاره ما تنفعش ان اشرف بن شرقي ناقص له سنه في عقده مع نادي الجزيره، فهل نادي الجزيره هيستغنى عن اشرف بن شرقي بدون مقابل، واشرف بن شرقي يتنازل عن نص عقده عشان يجي الزمالك؟ لو كده ممكن، يعني لو في تضحيات من اللاعب ان هو يتنازل عن نص عقده مثلا وياخد في الزمالك 1.5 مليون، بدل ما كان الزمالك دفع في سامسون ايكونولا كان يدفع في اللعيبه دي، اللعيبه الجامده دي، اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكان قبل كده مصطفى فتحي ومصطفى محمد واوباما ومحمود علاء، ناس كتيره مشيت من الزمالك. امام عاشور مشيت بيعه حلوه لميتلاند 4 مليون دولار ولا حاجه، كانت بيعه حلوه لنادي الزمالك. لكن ده الواقع، انا بقول لكم الواقع والله. انا ما عنديش، بص هات لي بس الكاميرا كده عليا، انا ما عنديش اي مصلحه اللي انا اطلع اقول كلام مش مظبوط. اولا انا بحب نادي الزمالك جدا، انا راجل زملكاوي عايز اقول ايه، متربي ومولود في نادي الزمالك وبعشق النادي، حتى لو انا مختلف مع بعض الاشخاص لكن انا بحب الزمالك، عايز الزمالك يكسب. بس احنا هنا في الاعلام انا بحاول يعني ابقى صادق بنسبه من خلالي ومن خلال طبعا فريق الاعداد وفريق الاخراج الجروب كله. احنا في ما بطلعش اقول اي كلام كده وخلاص واروح رامي ضارب خبر عشان اعمل فرقعه واعمل ترند ما بعملش كده. انا لما بطلع اقول حاجه ببقى يعني بنسبه مش هقول لكم 100% 99% او 98% يعني واثق من اللي انا بقوله، من خلال معلومات، من خلال تليفونات، من خلال عندنا اتصالات طبعا. عندي فريق اعداد رائع رائع، فريق اعداد محمد عراقي وفريق الاعداد رائع. وانا عندي اتصالات من اصدقائي، انتوا عارفين احنا كلنا شغالين في مجال الكوره، فبعرف معلومات. فلما بتجيلي حاجه وبتاكد من صحتها مع فريق الاعداد
بنطلع نقولها، فما عنديش اي مصلحه ان انا مثلا اقول كلمه او اقول خبر. فلما قلت سيف فاروق جعفر انه موقع في بيراميدز الاسبوع اللي فات، انا كان عندي معلومه من جوه اداره بيراميدز، اعرف ناس في بيراميدز وسالتهم قالوا لي موقع عندنا واخد ده اللي حصل. وبعدين قعد مع اداره الزمالك، فحتى سيف قال لاداره الزمالك انا موقع في بيراميدز، فحاولوا انتوا تحلوا القصه مع اداره بيراميدز. خلينا نشوف. وخلي بالكم الكوره كمان فيها متغيرات، يعني ممكن اطلع اقول خبر النهارده اقول مثلا اشرف بن شرقي مش جاي الزمالك عشان الفلوس وكتير ومرتبط مع نادي الجزيره بعقد، ممكن نادي الجزيره يمشي اشرف مثلا، يستغنى عن اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي يضحي بجزء كبير من راتبه عشان يجي مصر ويجي نادي الزمالك. ممكن في متغيرات في الكوره، يعني انا بقول لكم الاحداث ساعتها، ممكن الاحداث بتتغير بعديها. ده مش معناه ان احنا بنقول كلام مش مظبوط، لكن هي الكوره كده فيها متغير. في مفاوضات ممكن الاهلي كان بيفاوض حسين الشحات عشان يجدد، ممكن كانوا اختلفوا وحسين جاي له فلوس بره كتير، كان سافر بره، فانا ساعتها قلت لكم خلي بالكم حسين الشحات عنده عروض خارجيه وارقام كبيره جدا والاهلي بيفاوض. وكابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال لك القصه عند حسين الشحات في بعض الاختلافات كده في بنود العقد ومش عارف ايه، كانت ممكن الشروط دي او الاتفاق ما يتمش وحسين يطلع. بس هي الكوره كده بتقول الاحداث ساعتها، وممكن بتتغير في نفس اللحظه او ممكن ما تتغيرش وتكمل، هي الكوره كده. تمام. الجديد بقى في موضوع اشرف بن شرقي ان نادي بيراميدز داخل في اشرف بن شرقي جامد، ودي ممكن تصعب مهمه الزمالك. طب هتقولوا لي ازاي؟ نادي بيراميدز عايز يشتري، خلي بالكم نادي بيراميدز نادي اماراتي، ادارته اماراتيه وفلوسه اماراتيه، ففي كلام او في خط ما بين اداره بيراميدز وما بين نادي الجزيره اللي هو اداره نادي الجزيره اللي هو بيلعب فيها اشرف بن شرقي، الجزيره الاماراتي، ان نادي بيراميدز يشتري العقد بتاع اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي ينتقل الى الدوري المصري بس في بيراميدز. في كلام اليومين دول كده، خلي بالكم. انا عايز اقول لكم حاجه كمان، نادي الجزيره الاماراتي امبارح في الصحف الاماراتيه منزل يعني مش نادي الجزيره، الصحفيين في الامارات او الاعلام الرياضي في الامارات قال لك الجزيره عمره ما هيسيب لعيب ببلاش، يعني اشرف بن شرقي يتبقى في عقده سنه، عمر ما نادي ده في الاعلام الاماراتي في الصحافه الاماراتيه امبارح والمواقع الاماراتيه، ان اشرف ان كان في كلام ان الزمالك نادي الجزيره هيديه هديه لنادي الزمالك اشرف بن شرقي، فكان الكلام كده امبارح. ممكن الزمالك، على فكره الزمالك عنده اتصالات مع القيادات في الامارات وقيادات نادي الجزيره والاداره، ممكن يبقى نادي الجزيره عايز يعمل حاجه حلوه مع نادي الزمالك، ممكن يحصل. لكن انا بقول لكم دايما اللي بيحصل حاليا. فاخر حاجه بقى ان نادي بيراميدز دخل في المفاوضات مع اشرف بن شرقي عشان يشتري اشرف بن شرقي خلال الفتره القادمه. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، وبرده رغبه اشرف بن شرقي، هل هيكمل في الامارات، هيجي مصر، هيجي الزمالك، هيجي بيراميدز؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. ماشي. الزمالك بيقرر عوده اللعيبه المعاره محمود علاء، اللي الزمالك اعاره النادي الاتحاد، ومحمود علاء السنه دي كسر الدنيا مع نادي الاتحاد السكندري، وكان من احسن المدافعين في الدوري المصري، رغم ان كان عنده شويه مشاكل كده واتطرد كذا مره وبتاع، لكن محمود بيأدي بشكل رائع مع نادي الاتحاد السكندري اهداف، وطبعا كلاعب مدافع كمان محمود عنده ميزه ان هو مدافع هداف، بيلعب بدماغه كويس، بيقدر في الكور العرضيه يكمل في ضربات الجزاء بيسجل، فمحمود عامل موسم رائع، وده اللي خلى نادي الزمالك يقول لك لا يا عم انا بدور على مدافعين وانا عندي محمود علاء، فهرجع محمود علاء. الزمالك عايز يرجع يوسف اوباما، ان يوسف اوباما تالق مع نادي الحزم السعودي وصعد نادي الحزم السعودي الى الدوري الممتاز هناك في السعوديه، فالزمالك عايز يرجع يوسف اوباما. الزمالك عايز يرجع حمدي علاء اللي معار لنادي البنك الاهلي، المعار لنادي البنك الاهلي، حمدي علاء موقع سنه في او الاعاره سنه لنادي البنك الاهلي، بس الكلام ده على يعني بعد انتهاء الدوري، ان خلي بالكم الزمالك على طول بعد ما الدوري يخلص الزمالك على طول عنده البطوله العربيه، فعايز يستفيد من اللعيبه دي بعد انتهاء الدوري مباشره يرجعوا الزمالك عشان يلعبوا مع الزمالك البطوله العربيه اللي هتكون في السعوديه، والزمالك هيبدا ماتشاته يوم 28/7 مع الاتحاد المنستيري التونسي، وبعديها هيلاعب الشباب السعودي، وبعدين هيلاعب النصر السعودي، دي مجموعه الزمالك في البطوله العربيه. ماشي، ادي ايه
قصه اللعيبه اللي الزمالك عايز يرجعها. نروح للاسماعيلي بسرعه كده عشان الاسماعيلي في وضع سيء جدا جدا. الاسماعيلي طبعا الاداره اللجنه اللي كانت ماشيه الاسماعيلي رحلت بعد صدور حكم من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه ببطلان تعيين اللجنه المؤقته، فالناس نفذت الحكم ورحلت اداره النادي الاسماعيلي او اللجنه اللي كانت موجوده في النادي الاسماعيلي، وده اللي خلى يبقى يتم تشكيل لجنه ثلاثيه لتسيير الامور داخل النادي الاسماعيلي. مشكله كبيره يا جماعه، مشكله كبيره النادي الاسماعيلي، بس يعني ان شاء الله الاسماعيلي يخرج من الموقف اللي هو فيه في جدول الدوري، وبعد كده هيبقى فيه جمعيه عموميه، وبعد كده هيبقى فيه انتخابات شهر 7، هيبقى فيه انعقاد جمعيه عموميه ان شاء الله بدايه شهر يوليو، والدعوه الى الانتخابات باذن الله عشان يبقى فيه مجلس يدير نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي كمان عنده مشاكل وعنده يعني برضه بعض الديون وفي مشاكل كتير، فان شاء الله برضه الناس كلها تقف ورا الاسماعيلي، سواء بقى وزاره الشباب والرياضه والناس كلها تقف ورا النادي الاسماعيلي. بصوا ده اللجنه الثلاثيه لاداره النادي الاسماعيلي ورساله للجماهير بسرعه كده، نفاذا للقانون ولائحه النظام الاساسي للنادي وفي اعقاب صدور حكم من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه ببطلان تعيين اللجنه المؤقته، اصدرت مديريه الشباب والرياضه بمحافظه الاسماعيليه قرارا بتعيين لجنه ثلاثيه تضم كل من المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي على ان تتولى اللجنه تسيير امور النادي الهامه والعاجله وتوجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه بدايه شهر يوليو 2023 تحت اشراف الجهه الاداريه المختصه واللجنه الاولمبيه المصريه. وعليه يؤكد الساده اعضاء اللجنه الثلاثيه حرصهم الشديد على في تسيير كافه امور النادي الهامه والعاجله خلال الفتره المقبله لحين تسلم او لحين تسليم المهمه لمجلس اداره منتخب من الجمعيه للنادي، الجمعيه العموميه للنادي يقود سفينه الدراويش لولايه جديده. كما يؤكد اعضاء اللجنه انهم ماضيين بكل عزم واخلاص على انجاز مهمتهم الموكله اليهم للحفاظ على استقرار النادي خلال تلك المرحله، وانهم على مسافه واحده من الجميع والتاكيد على حرصهم في تحقيق الشفافيه والامانه وهو حق اصيل لجماهير الاسماعيلي خلال المرحله الحاليه. نتمنى كلنا يا رب يا رب الاسماعيلي يخرج من ازمته ان شاء الله باذن الله. الاسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم، نادي الاسماعيلي نادي عظيم. بكره ان شاء الله بدايه مشوار منتخب مصر الاولمبي في بطوله افريقيا تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد باريس. بكره عندنا مباراه النيجر، والنهارده اتعمل الاجتماع الفني. منتخب مصر بكره هيلبس الزي الاحمر ان شاء الله، ومنتخب النيجر الابيض. مصر هتلبس بكره الطقم الاحمر والنيجر الطقم الابيض، وان شاء الله تكون بدايه مميزه لمنتخبنا الاولمبي بكره باذن الله في المغرب في بطوله افريقيا تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. بكره كمان لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي اختارت بكره الحكم السنغالي ضيوف، البرت ضيوف هو اللي هيحكم المباراه، ومعاه مساعد من مدغشقر ومساعد من توجو وحكم رابع من جامبيا ومراقب المباراه من جزر القمر، ومعهم الصومالي علي محمد علي محمد احمد مراقبا للحكام. يعني بكره حكم سنغالي البرت ضيوف هو اللي هيحكم زي ما انتم شايفين. طبعا ده الجهاز الفني واللعيبه وكابتن محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمشرف على المنتخب الاولمبي. نتمنى لهم كل التوفيق يا رب، تبقى بدايه كويسه بكره، ان طبعا مجموعتنا فيها النيجر ومالي والجابون. بكره احنا هنلاعب النيجر ومنتخب مالي هيلعب مع الجابون، فان شاء الله تكون البدايه مميزه ونبدا بدايه كويسه كده ان شاء الله، عشان يعني نقدر نعمل او نقدر نصعد بقى للاولمبياد ان شاء الله. ده المهم، اللي احنا نصعد للاولمبياد في الموسم القادم ان شاء الله. المنتخب الاولمبي بكره التشكيل بتاعه الاقرب بحمزه علاء في حراسه المرمى، محمد طارق وحسام عبد المجيد واحمد عيد ومحمد اشرف ناحيه الشمال، في نص الملعب احمد كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر واحمد عاطف قطه، وفي الخط الهجومي ابراهيم عادل واسامه فيصل. يعني نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله منتخبنا الاولمبي بكره في مباراه النيجر. وحتى النهارده روجيرو ميكالي كان قال ان يعني تصريحات كده في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، قال ان مش هنتنازل عن حلم التاهل للاولمبياد، مش هنتنازل عن حلم التاهل للاولمبياد. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. عايز اعرف بس يا جماعه ماتش فيوتشر والمصري النتيجه كام كام حتى الان؟ ضربات جزاء بداوا ضربات الجزاء؟
المصري متقدم 3-1 على فيوتشر في ضربات الترجيح بقى، هي مش ضربات جزاء، ضربات ترجيح بترجح كفه، لما بيحصل تعادل الضربات الترجيح بترجح كفه فريق عن الاخر يعني. خلينا نبدا بماتش الاهلي وحرس الحدود كده عقبال ما ماتش المصري وفيوتشر يخلص، ونشوف كده ايه اللي حصل وازاي قدر الاهلي يفوز على حرس الحدود 3-0. مصري كسب، مصري فاز بضربات الترجيح على فيوتشر. بنبارك للنادي المصري يعني فوزه ووصوله للمباراه النهائيه لكاس الرابطه، وكده فيوتشر حامل اللقب اللي كان كسب البطوله السنه اللي فاتت، وهي كانت البطوله الاولى اللي بتتعمل بطوله كاس الرابطه. خرج فريق فيوتشر بعد ما فاز البطوله السنه اللي فاتت وخرج من دور قبل النهائي. بنبارك للنادي المصري يعني فوزه النهارده ووصوله الى المباراه النهائيه لكاس الرابطه. ولسه في مباراه الدور قبل النهائي، المباراه الاخرى هتكون يوم الاثنين ان شاء الله ما بين الاتحاد السكندري وسيراميكا باذن الله. يوم الاثنين اللي هيكسب من الاتحاد السكندري وسيراميكا هيلاعب المصري في النهائي، نهائي كاس الرابطه. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل بعد كده حسام حسن وعمرو الحلواني عشان نتكلم على ماتش المصري وفيوتشر، ونسالهم بقى في كل الماتشات اللي اتلعبت النهارده. خلينا نرحب بنجومنا كابتن عمرو الحلواني وكابتن حسام حسن. ازيك يا كابتن عمرو؟ كابتن كريم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ زي الفل يا كابتن مصر. كابتن حسام يا كابتن مصر ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ منور الدنيا. الله يخليك، عندنا ماتشات كتير قوي، بس خلينا نبدا بماتش المصري وفيوتشر، انه لسه الماتش خلصان من شويه، وفوز المصري على فيوتشر بضربات الترجيح وصعود المصري الى المباراه النهائيه لكاس الرابطه، عشان هيستنى بقى الكسبان من سيراميكا والاتحاد السكندري اللي هيلعبوا يوم الاثنين ان شاء الله. شفت الماتش ده ازاي ورايك ايه في المباراه دي؟ يعني طبعا ماتش كان مهم جدا جدا للنادي المصري، بيمر بمرحله انتقاليه غير طبيعيه على مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاداره وعلى مستوى الاجهزه الفنيه، تغيير مدربين كتير الفتره اللي فاتت عمل هزه كده شويه داخل النادي، لكن قدر مستر كامل ابو علي بالحنكه بتاعته، ان الراجل عنده خبرات كبيره في الاداره الفنيه بالنسبه لمجلس النادي المصري، ان هو يحط الفرقه في حته كويسه ويقفل عليها بشكل جيد. يمكن حصل احداث كتيره الفتره اللي فاتت بخصوص اللعيبه وانتقالات اللعيبه والانديه والعروض والكلام ده، وكنا اتكلمنا فيها الفتره اللي فاتت، لكن انا بصراحه بحيي دكتور ميمي عبد الرازق، الراجل اللي بقاله 6 ماتشات فقط لا غير، عمل اداء كويس جدا، نتائج كويسه، قدر ان هو يقفل على فرقته بشكل كويس، ادى مساحه كبيره مع كابتن احمد الكاس وكابتن طارق السيد وكابتن برضو خالد عبد الله مدرب حراس المرمى، عمل اداء كويس جدا، قفل على فرقته، ادى مساحه لعيبته، حضرهم للماتش بشكل كويس. يمكن النادي المصري معرفش الناس اللي بتتابع، عمل ماتش ودي قدام الزمالك وتفوق على نادي الزمالك في المباراه الوديه، ودي انا شايف ان هي كانت يعني بروفا كويسه، ان انت برضو فريق فيوتشر على الورق فرقه تقيله اتقل من المصري بكتير، حلول ومعاهم مدرب كبير جدا كابتن علي، سكواد اكبر وكده بالظبط، وفي كل مركز عندك 2-3 لعيبه، لكن المصري كان عنده الاصرار، كان عنده الشراسه الهجوميه، كان عنده الدوافع، الحته الجماهيريه برضو بحضور الجمهور في الملعب دي فرقت مع اللعيبه بشكل كبير، زائد ان فنيا لا المصري داخل المباراه كاحداث افضل من فيوتشر كتير، يعني المصري استحواذ الشوط الاول تحديدا استحواذ غير طبيعي، سرق نص الملعب من فريق فيوتشر اللي دايما بيميزه، سواء بقى بوجود مهند لاشين او غنام محمد اللي نزل كبديل في الدقيقه 45، نفس الكلام المصري كان عنده فرص كتيره، هو اعتابي بس على اللعيبه في الحته دي ان ما كانش فيه استغلال للفرص، انت وصلت اكتر، ترجمت شغلك اكتر، كان في بعض الدفوات، لكن في النهايه طبعا مبروك للنادي المصري. ويمكن احنا اتكلمنا على النتيجه واحداثها وتوقعنا ان المباراه تروح للتعادل في ظل ان حلقه الاسبوع اللي فات قلت لي مصر هيكسب بضربات الترجيح، في ظل ان الكفه متساويه بشكل كبير. مين اللي كسب بقى عشان ما ننساش، عشان في عزومه سمك وجمبري؟ مين اللي كسب في التوقعات؟ يعني هو كده المفروض انا، يعني ما تتكسفش قول، المفروض انا كده. عمرو حسام اللي كسب؟ لا انا المره اللي فاتت قلت فيوتشر هيكسب الماتش، بس حسام كسب النهارده. فبس انا عايز اتكلم على ماتش المصري. لا قبل ما تتكلم قبل ما تتكلم مش هسمح لك انت تتكلم غير ما تقول لي تحت امركك. لا انت بصراحه عاملين عزومات كتير اللي انت عايزينه يا كابتن يعني. طيب
انا بس عايز اتكلم على ماتش فيوتشر والمصري يا كابتن كريم. ماتش صعب جدا النهارده، كان ماتش قوي جدا، ده يدل اللي كاس الرابطه بقى ليه قيمته في مصر. تحس اللعيبه كلها بقت مركزه النهارده. انا بشكر كابتن ميمي عبد الرازق بقاله 6 ماتشات، وكابتن احمد الكاس وكابتن طارق سيد. تحس البصمه النهارده باين اللي كان فيه استقرار، باين اللي فيه دوافع، باين اللي فيه عايز يكسب. برده النهارده الجمهور برده ده دافع قوي جدا للنادي المصري النهارده. يعني في اكثر من لاعب كان عامل ماتش من وجهه نظري كان هايل. دغموم عمل ماتش هايل، عمرو السعداوي عمل ماتش هايل، لعيبه نص الملعب عمل ماتش هايل بصراحه. نادي الفيوتشر بقاله فتره مش في احسن حالاته، مع ان هو في الدوري الثالث 57 نقطه، بس بقاله اكتر من ماتش مش ده فيوتشر بتاع اول السنه، مش ده الفيوتشر اللي هو عنده شخصيه وعنده اداء وسيستم لعب حاطينه من اول السنه. انا شايف اللي النهارده كان ماتش قوي جدا بالنسبه للنادي المصري، كان عنده استقرار ودافع اكتر من نادي فيوتشر. مبروك للنادي المصري اللي وصل نهائي من سيراميكا. هنستنى بقى سيراميكا والاتحاد برضه، ماتش قوي جدا جدا جدا. وبرضه سيراميكا الفتره اللي فاتت برضه مش في احسن حالاتها، فده يدل للفتره اللي فاتت اخر ماتشات، لا ماتشات قويه جدا، ويدل اللي كاس الرابطه هيبقى السنين الجايه هيبقى بس خلي بالك ممكن هيكسب كاس الرابطه بعد كده، هيلعب سوبر، يعني هيلعب سوبر المصري، هيبقى من 4 فرق، بطل الدوري وتاني الدوري وبطل كاس مصر وبطل كاس الرابطه. ده هيبقى السوبر المصري بعد كده في السنين الجايه. فبقت كاس الرابطه ليها اهميه، ان بتفتح لك اللي انت اللي بيكسب كاس الرابطه هيلعب بطولات هتأهله، يعني فوز بكاس الرابطه هتأهله ان هو يشارك في بطولات، بقى ليها اهميه طبعا. فبحيي محمود جادو، مبروك طبعا للنادي المصري وجماهير المصري وبورسعيد ومستر كامل ابو علي اللي عامل شغل كبير جدا جدا الفتره الاخيره، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله دي من نصيب النادي المصري ان شاء الله. خلي بالك الناحيه الثانيه برضو فرقتين جامدين، سيراميكا والاتحاد السكندري. عمرو لا فرقتين يعني قوية جدا مع المدربين على اعلى مستوى. كابتن حلمي طولان ماشي مع سيراميكا الفتره اللي فاتت مش في احسن حالاته، بس برضه هو مدرب خبره، هيعرف يعني ماتش هيوصله نهائي وياخد بطوله. نادي سيراميكا بقى السكندري برضه نادي شعبي، نادي الاتحاد السكندري طبعا قوي جدا، جمهور اسكندريه عايز يوصل زي المصري. بس عايز اقول حاجه، كابتن اتحاد اسكندري اخر 6 ماتشات او 7 ماتشات ما كسبش ولا ماتش، يعني خسر 6 ماتشات وتعادل ماتش. لا في الفتره اللي فاتت في هزه في الفرقتين. خلي بالك الاتحاد والسيراميكا نتائجهم الفتره اللي فاتت مش كويسه، مش احسن حاجه، بس الاتحاد كان بادئ الموسم هايل وماشي كويس جدا وعامل الماتشات وعامل ريتم غير طبيعي. الدور الاول، الدور الثاني الاتحاد بالريتم بتاعه مش في احسن حاجه، اخر 7 ماتشات خسران 6 ومتعادل ماتش واحد. انا شايف يا كابتن اللي هو اللعيبه كانوا معتمدين على الكرات الجانبيه من صبر رحيل او هشام صلاح. دلوقتي الدوري المصري كله بقى عارف اللي هشام صلاح لما بولولو كل حاجه اللي اوستن اموتو بدماغهم بيشتغلوا كويس بالظبط، خلاص الفرقه كلها حفظتهم، فما عندهم ما عندهمش تنوع. ما هي دي اللي كانت المشكله دلوقتي بتسبب الفتره الاخيره لنادي الاتحاد، ما عندوش تنوع، ما بيلعبش من نص. فشايف الاتحاد الاسكندري عنده سكواد على اعلى مستوى، بس لازم ينوع في طريقه اللعب عشان الانديه كلها حفظت طريقة اللعب بتاعته، بدليل هو اخر 7 ماتشات خسر 6 ماتشات. ده يعني بالنسبة لجمهور الاتحاد لا يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. ده كان امالهم السنة دي اللي هم ياخدوا مركز متقدم بالدور الاول اللي عملوه معاهم طبعا رئيس نادي على اعلى مستوى، يعني عامل كل الامكانيات، معاهم مدرب كبير برضه زوران طبعا. فاتمنى ان شاء الله الفترة الجاية طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل على بقية نتكلم على بقية الماتشات. فوز المقاولين على السيراميكا 1-0، فوز بنك الاهلي على طلائع الجيش بضربات الترجيح في بطوله كاس مصر، وهسالهم كمان عن توقعاتهم لمباراه بكره الاهلي ومنتخب السويس. فريق النجوم عمل مفاجاه، طلع الاسماعيلي ومطلع سموحه. السويس يقدر يعمل مفاجاه مع الاهلي ولا صعب؟ صعب صعب صعب. طيب هنطلع نشوف كده، نطلع فاصل ونرجع نشوف ايه اللي هيقولوا ايه بعد الفاصل حسام حسن وعمرو الحلواني. خلينا نكمل مع حسام حسن وعمرو الحلواني ماتشات الكاس، وماتش طبعا سيراميكا والمقاولين العرب، وفوز المقاولين 1-0 على سيراميكا، وصعود المقاولين لدور الثمانيه لمواجهه الزمالك.
هو طبعا مكسب مهم جدا لنادي المقاولين. نادي المقاولين الفتره اللي فاتت في الدوري الاداء والنتائج اتهزت كده شويه، وده طبيعي، انت بتفنش موسم وانت ماشي وشغال كويس جدا. كابتن شوقي غريب، يمكن احنا اتكلمنا على الماتش وبرده توقعنا فوز المقاولين، لان كابتن شوقي بيعرف ان هو يتعامل مع البطولات اللي هي زي كاس مصر وكاس الرابطه والامور اللي بالشكل ده. وانا بصراحه يعني كابتن شوقي غريب انا بحييه، موسم ما عملش الانتقالات وما عملش الصفقات الواو يعني اللي هي تخلي الدنيا مسمعه معاه، لكن في النهايه عرف يعمل توليفه، عمل فرقه كويسه، توليفه كويسه ما بين اللعيبه الدرجه الثانيه ولاعيبه الشباب ولاد النادي، وما بين اللعيبه اللي عندها العناصر الخبرات، زائد كان محترف كويس، فدي عملت له في الاخر التارجت او الهدف اللي هو عاوزه، ان هو ماشي كويس جدا في الدوري ومرتاح، وفي البطولات برضو الاخرى ماشي بخطوات ممتازه يعني. طيب الاتحاد وبيراميدز يا عمرو، وفوز بيراميدز على الاتحاد 1-0 في يعني في الثانيه الاخيره. اتفرجت على الماتش كله يا كابتن كريم. ماتش كان بيراميدز الشوط الاولاني عملت ماتش على اعلى مستوى. برضو تاني بقول الاتحاد الفترة اللي فاتت ما كانش في أحسن حالاته. الماتش كان سجال الشوط التاني، الاتحاد بدأ يعني يبقى أحسن من الشوط الأولاني. يعني أنا برضو الاتحاد الفترة اللي فاتت الاتحاد يعني عنده الرابطة بعد بكرة مع السيراميكا، بس أنا برضو بيراميدز بصراحة يعني تحس إنهم عندهم استقرار وعندهم دوافع وعندهم شخصية، هم نازلين وعارفين هم عايزين إيه. السنة دي برضو أنا شايف اللي بيراميدز عاملين موسم كويس هايل يعني، رغم إن ما خدوش بطولة بس عاملين ماتشات كويس، هايل ماشيين في الدوري كويس جدا، وفي كاس مصر ماشيين كويس جدا. لا يعني السنه دي لا، لعيبه عندهم سكواد على اعلى مستوى، عندهم مدرب كبير، لا المنظومه هايله يعني بصراحه. فمبروك ليهم يعني. حسام حسن، طلاع الجيش والبنك الاهلي، وفوز البنك الاهلي بضربات الترجيح، يعني ده من احلى الماتشات اللي اتلعبت. ماتش طبعا كان فيه نديه قويه جدا جدا كده. بقى بصوا عشان تبقوا عارفين برضو الخريطه بتاعت كاس مصر، النجوم هيلعب مع امبي، واللي هيكسب الاهلي ومنتخب السويس هيلعب مع الداخليه، ولسه في مباراه المصري وحرس الحدود كمان هتتلعب ان شاء الله في بدايه شهر 7. الناحيه الثانيه الزمالك مع المقاولين، والبنك الاهلي مع بيراميدز. دي ماتشات الكاس القادمه، الاهلي والسويس. بكره اللي هيكسب منهم هيلعب منتخب السويس. حسام وعمرو الحلواني، الاهلي ومنتخب السويس بكره. بالاهلي بكره ان شاء الله هيكسب، يعني انا شايف النتيجه هتبقى 3-0 للاهلي. حسام حسن، لا يعني ما الفروقات بعيده قوي يا كابتن يعني. لا النتيجه طبعا في صالح النادي الاهلي، ما فيش حاجه بعيده في الكوره يعني، بس الاهلي هيكون اقرب للمكسب. طيب بدايه مشوار المنتخب الاولمبي بكره بمباراه النيجر، بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. شايفين او متوقعين البدايه ازاي بالنسبه للمنتخب مصر؟ انا شايف ان البدايه مع النيجر كويس، بدايه كويس ان انت تبدا برضو فريق ممكن يكون الاقل شويه في المجموعه من الجابون ومن مالي. من مالي يعني. طبعا كل التوفيق اكيد لمنتخب مصر الاولمبي ان شاء الله باذن الله تكون بدايه موفقه في بطوله افريقيا في المغرب. مصر هي حامل اخر نسخه للبطوله هنا في مصر 2019. كابتن وائل رياض ومكالي وكل الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. زي ما حضرتك بتقول بدايه مش هنبقى قلقانين منها قوي، لكن برضو في النهايه ما فيش حاجه صعبه. احنا مش عارفين ملامح فريق نايجر عامل ازاي، هل هي فرقه كويسه فرقه ماتش الساعه 8 بتوقيت القاهره. فان شاء الله باذن الله منتخب مصر الاولمبي يقدر يحسم اول 3 نقط، هتدي له دفعه وتخلي الفرق كلها اللي حواليه في المجموعه سواء مالي او الجابون تعمل حسابه، لان خلي بال حضرتك برضو الجابون ومالي هيوقعوا بعض يعني، لو في تعادل يبقى في مصلحه مصر. انا شايف ان مالي اقوى، مالي منتخب كويس ولعب هنا في بطوله افريقيا كمان، منتخب عنده لعيبه تقيله يعني. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله باذن الله. عمرو، انا شايف ان منتخب مصر عنده لعيبه هايله، 4-5 لعيبه مميزه جدا. انا عايز منتخب مصر يبقى يعني بيلعب بكره، هو البطل اخر نسخه. بكره الماتش لو كسبناه هيفرق معانا جدا جدا جدا، عشان مالي فرقه تقيله جدا، فالمكسب بكره 3 بونت هيدونا الدفعه، ويبقى جهاز انذار للبطوله كلها لمنتخب مصر موجود. منتخب مصر هو البطل النسخه اللي فاتت، فاتمنى ان شاء الله بكره ان شاء الله الفوز لمنتخب مصر ونوصل الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي بكره باذن الله في مباراته امام النيجر، افتتاح مجموعتنا ماتشات مجموعتنا في بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه المؤهله الى اولمبياد باريس 2024. من لحظات الاهلي اعلن رسميا التعاقد مع حسين الشحات 3 سنوات. احنا كنا قلنا الخبر طبعا، بس الاهلي ما كانش اعلن رسميا من شويه، من دقائق يعني قليله، الاهلي اعلن تجديد عقد حسين الشحات لمده 3 سنوات. والنهارده كمان الاهلي جدد لياسر ابراهيم وجدد لرامي ربيعه موسمين قادمين مع
النادي الاهلي. ان شاء الله يعني بنبارك لهم طبعا ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى كل الانديه المصريه التوفيق. بشكرك يا حسام. حبيبي شكرا جزيلا. بشكرك يا عمرو. شكرا كابتن كريم. استمتع معاكم دايما والله يعني وارائكم رائعه جدا جدا وتحليلكم للماتشات. بشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.